أهلا وسهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون صاحب كتاب القواعد العشرية المعاصرة. سنكمل الآن سورة آل عمران بداية من الآية 81. أشارككم الصفحة، ممكن تشتروا الكتاب أو تحملوا مجانا. طيب، هلأ الآية 81 تقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فلتؤمنن به ولتنصرنه قال: أقررتم وأخذتم على ذلك أصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كلمة أصري أبونا هنا فهمت بمعنى أصري هنا الثالثة هنا التكاليف. هل عندك يعني ذلكم أخذتم على ذلكم العربية على بالك وأخذ على شو هذا؟ خذوه. طيب طيب شو هذا؟ طيب هلا أصري شو عندك أنت؟ هل عندك كلمة الأصر؟ يعني أخذتم على ذلكم. طيب هو ملاليها تعليقات. طيب أصري أبونا فهمت إذن هنا أصري شو يعني أصري؟ ليش هو ذلكم أصري؟ شوف أنت هذيك المرة قلت لي ربنا ولا تحمل علينا إصراً. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. إصرهم والأغلال وضع عنهم إصرهم والأغلال هنا فهمت أبونا بمعنى طيب أصري أيوة. أصري إذا هي يسرى أصرى أصر بالسين هي تكون أغلال أربطة أيوة. طيب هنا أما بالصاد فيص أصري فمعنى حقد و كره وبغض. ايوه فلهيك ابونا هو راح شو يقول صاحبنا زميلنا هذا ذلكم واخذتم مش على ذلكم ولا على بالكم اخذتم على بالكم غضبي. فهمت علي بهالحاله هيك تغير المعنى ثم على بالكم اصري يعني حسبتم حسابي أخذتم بالخاطر. فهم علي بهذا المعنى مركز الشغل طلع على بالي شو بالكم يعني شو بتفكر بالك بيعمل هيك وهيك فكري يجحدون الحق ويجحدون أصري معناته عذر مساعدتي والطبري أصري تعني الثقل ومنها الميثاق
الميثاق الثقل منها أصل عصر ومنها العصر. ما خلصنا من هذه المشكلة. قالتم أخذتم على بالكم أسري، أخذتم على ذلكم أسري، يعني عهدي هنا يفهم. واحد وثمانين، أنا حشوف لك أبونا أنا إزاي ترجمتها على كل. طيب هو 88 هي إيه الصورة هاي يا ربي؟ 89. طيب الصورة 89 الآية 81، هل عندك حل أبونا لكلمة هاي 81 أسر؟ لا لا 81. تعال شوف ليش كيف ترجمتها. Rappel lorsque Dieu a pris l'engagement des prophètes, chaque fois que je vous donnerai. شوف كلمة لما فهمت بمعنى كل مرة. بين لما أتيتكم من كتاب، يعني كل مرة أتيتكم من كتاب وحكمة. هذا من الذي يقول؟ أنا هيك فهمتها، أنا هيك فهمتها. هذا الله اللي بيتكلم. حكمة ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرونه. قال هنا لما أتيتكم من كتاب وحكمة. لما ماذا معنى لما هنا؟ 81. طيب لما أتيتكم، هنا أشوف أتيتكم، آل عمران. طيب آل عمران لما أتيتكم هنا، لما أتيتكم لما هنا أبونا فهمت لما لا تدخل لما جامع شديد جامع حلاها كل سهل الجامع الشديد. ما فهمنا لما بفتح توكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق قسمة متعلقة بأخذ ما وصل، فما استفدنا منكم. لئن أتيتكم من كتاب لما، هو فهمت لما لئن بمعنى لئن، لما يعني بمعنى لئن لئن لئن. أنا فهمت هناك كلما لئن يعني هو آخر الأمر النتيجة هي نفسها. أيوة. بس هنا أبونا الأسري هنا شو 81 يقول كونسويت قيّن لي إسوا avez-vous acquiescé et pris ma corvée en cela؟ يعني تحملتم الحمل يعني هذولا. بس هو أستاذنا يفهم غير، أخذتم على بالكم يعني أقررتم وأخذتم على ذلك أصري هو غضبي معناته هنا، ترجع بالمعنى اللي أنت قلته أبونا على هاي. طيب أصري 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 ها يا أخويا يا أخوي تعني الشاقة الأسرة التكاليف الشاقة، وهنا تعنى العهد تعني الحد العهد. إذا كانت بالعين أسرة عسارة أيوة. وثقل يجي معنى ثقل. أيوة هيك بهذا المعنى هو أسري، ولكن إذا بالآليف أسري فالمعنى اللي قلناه قبل. ولكن لكن هاي القالة الثانية منه؟ الأول عرفنا أنه والله أخذ لما، لكن قال من قال؟ هو دائما الله. الله قال أقررتم أخذتم على ذلكم أسري. قالوا أقررنا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم شاهدين.
ايوه بس هو يقراها على بالكم على بالكم. وشو هي أسري؟ يعني أصري أسري، يعني أسري هنا فهم أبونا، أسري هنا فهمها أسري، أسري عذر، أسري مسا طبعا، أسري ثقل من ثقل الثقل الثقل. ومن الميثاق. أيوه على بالكم ثقلي، ما ميثاق ارتحنا هي منها، ما ارتحنا منها، خليها ميثاق هي أبونا ثقل. يجوز ميثاق، نتركها. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، لأنه بك علي معنا 10 دقائق ومنخلصك. نعم نعم أفغير الله دين الله دين الله دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين والنبيون من ربهم لا نفرق بينهم أحد، لا بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مصيبة المصائب. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، جاءهم البينات هنا وجاءتهم البينات، كان لازم يقول مش وجاءهم. على كل هو طيب الحاصلة قال لغوية جاءتهم حتى هنا ما ذكرتها المشلك طيب بيت 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 بيت. طيب جاءتهم، أيوة أنا كتبتها هنا جاءتهم، شوف كتبت هنا جاءتهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، هاي واضحة. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبلوا من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم ولهم من ناصرين. معروف من وين جت هاي النص، لأن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هي معروفة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، مش هندخل في وضع الناس جملة طيب لهو الذي ببكة شوف ببكة هو في متكة طوقة الدكة سيحة بنكة شوف يا أبونا شوف 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 أبونا طيب فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. هذه الملاحظات اللي كتبونها أنا هرجع لها بعدين، هرجع لها شوف شو أخذ منها وشو أترك. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعلمون تعملون ما تعملون. هلا الساعة 26 نبقى ل 35 مش هيك؟ لا أو ل 40 ل 40 ل 40 خلص.
عشان نتقدم شوي لأنه بصير قصيرة جدا الحلقة. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، من تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هاي فيها مشكلة بس نتركها، اللغوية ما يهمنا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط، هدي إلى صراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. للأسف حفرة من النار لسه فيها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. شوف جاءهم هم مجددة مش جاءتهم. أولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يعني بقولهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيه خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، هنا اعتبرت ناقصة، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وإن يقتلوكم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار فلا ينصرون. تمام. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يقفروه. والله عليم بالمتقين. واضح إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكتوا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. كلمة سر أبونا هنا فهمت برد شديد، سر دعم برد شديد سر إلى سنحن نقوله أيضا سر بالعربي ولا بالسرياني؟ لا بالسرياني. طب خليك هنا معي سر، لأنه هاي ما إحنا ما بنستعملها. سريانيا برد، برد شديد شديد يعني تقريبا جماد يعني برد شديد. أيوة
لأنه في السر صابت الحرث فخربته. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هنا فيها مشاكل أبونا. بطانة بطانة فهمت أبونا الأصحاب المطلعين على أسرار المرأة. هل أنت عندك كلمة سريانية أبونا بطانة؟ بطانة أنا أعرف أنه يستعمل بطانته يعني أصدقائه المقربين. نعم إحنا بطنة يعني حبلة المرأة. أيوة. طين حبلة حملة طين حبلة لقحة حبلة بطنة شوف لك هنا شو يقول بطانة بطن طينة هو مكنون بطن بطينة هي هنا خواص يستبطون خفي. أمركم خواص يستبطون أمركم ما خفي ما خفي ما يستبطون ما بطنة ما بطنة ما خفي ما خفى ما خفى بطانة بس هنا ما يصير هيك لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني ما على كل أنا خليها بعدين. لأنه خبالا هلا كلمة خبالا خبالا نقصانا وفسادا يورث الاضطراب. خبالة هو الفساد وال خبالة فساد سري طيب يعني خبالة فساد يعني فساد ما يقول المزمور ولا لا 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 تدع قديسك يرى فسادا يا أخبالة أخبالة هيك بالسرياني استعملوها هيك الكلمة أخبالة أيوة فساد ودوا ما عنتم عنتم هنا أبونا فهمت عنتم العنت يعني الشدة والمشقة وعنتم يعني وقعتم في شدة ومشقة إنك ملاحظة عليها. ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم. ودوا عند يعني أن تتعب وأن يكون عندكم مشقة. العنت معروف أبونا العنت. كلمة العنت. عنت معروف. تعب. أيوة. نشوف عندنا شوف دقيقة عنت. أيوة كويس كويس. نشوف شوف. ثانية ناس. لا ما في يعني انتم انا ما في طيب انا بالدال نعم عند ايوه على كل نكمل هل أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور واضحة هل إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهل من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم هاي فيها نواقص مو مشكلة تبوئ يعني تضع هنا 35 أنا أشوف لك هنا 35 تبوئ هنا تبوئ المؤمنين يعني تنزلهم وترتبهم
تبوئه، بوأه، هذا المعنى، ما فيها مشكلة. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر، ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا بيرفض إنه هاي إلى علاقة ببدر أبونا. بيقول بدر حسب مخطوطة باريس عذرة بالسرياني المساعدة في الحرب، أصبحت عذرة، ومنها إزرة، ومنه الوزير أي المساعدة، مساعدة، ومنها العذرة أي المساعدة والمعونة الدائمة، وأصلها حضر أي حاضر، وغدر أي عالة. طيب وبعدين، وأنتم أذل عددكم قليل فاتقوا الله لك، أذل عددكم قليل فاتقوا الله لعلكم تشكروا. يعني هو يقول لك وإن نصركم الله بمساعدة بعذرة، عذرة لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هو يعني نصركم ببدر، هم بالبدر فازوا مو انتصروا. لا ما هو هو بيقول هذا ليس إشارة إلى مكان. هنا نصركم الله بمساعدة. بمساعدة، قول لم يكن هناك بدر. هل بالسرياني أبونا عذرة بالسرياني تعني مساعدة؟ أيوة عذرة، عذر يعني ساعدة، عذرانة مساعدة، أيوة. عذورة مساعد، أيوة. عذر أو عذر يعني ساعدة، ساعدة ناصرة ماريا عدر، ساعد يا رب يا عدر، أيوة. ماريا عدر شينا شدر لويشي بدر. شو عندنا هيك ترتيلة حلوة تشبه هذه الجسمة. ماريا عدر لويشي بدر وشينا شدر لويشي بدر شينا شدر شوف والعيت أغنطر. ايه حلو حلو هاي، يعني هذا مثل سجع الكهان. ايوه سجع الكهان. طيب ابونا هنا بيقول قد نصركم الله ببدر يعني بمساعده، هذا هو الذي يفهمه، ليس اسم مكان عنده. الله بمساعده وانتم اذله فاتقوا الله. ايوه وين هاي وين متى؟ ما ذكر المكان، يعني هو يكون هذا فهم خطا بدر كانه مكان وهو ليس مكان ولكن بدر، معركة بدر، معركة بدر. لا ما هو يقول لك، لا يقول لك بدر هذه ليس إشارة إلى مكان ولكن هي إشارة للكلمة السريانية عذرة يعني مساعدة، لقد نصركم الله بمساعدة يعني. بس هو يعني أنا هيك أفهم أنا، ومو مكان بدر وإنما بمعركة بدر. لا ولا حتى معركة، ما لهاش علاقة هي بدر معناته مكان عندك وعنده. أيوة هي مكان كان صارت معركة، بس هو يرفض إنها تكون مكان. نعم نعم ده أفهم. فهمت هو حر، هو حر. إذ تقول للمؤمنين، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، فهم علي؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين هذه فهمت أبونا مسومين يعني معلمين أنفسهم أو خيولهم، يعني معلمين. طيب وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يكبتهم أبونا فهمت أغاظة، كبت لا تعني أغاظة، ويبكت يكبت يعني يكبت الكبت. أيوة هل يكبت يعني يكبت يعني يضغط عليهم أيوة يذلهم ويقول يكب. أيوة
أيوة هذا هو المعنى الصحيح. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كاظم كاظم كاظمين، عندنا الكاظمين بالعراق عندنا كاظم موسى الكاظمين الكاظم، هذا مزار كبير وجامع كبير مسجد كبير. أيوة أعرف، أي عرفة، يعني زرت بغداد أبونا حلو. أظن مرتين زرت بس بغداد. انا ما اعرف ليش اكثرية العرب هسه مثلا عندنا هذا الكاظمي أيوة او حتى المغني اللي كان عندنا كاظم ساهر ما يعرفون يلفظون الكاظم، يقول قاظم قاظم، ما اعرف آه ليش أيوة ما أيوة عندهم كاظم كظم 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 طيب كظم الحقد او كظم. أبونا إحنا نتوقف هون لأنه حلو هنا بعدين بيبدأ موضوع نعم جديد، اوكي هنا بعدين بيبدأ موضوع جديد. بس هم اثنين إلى خش 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 شغل عملنا 34 ولا بعدين بندخل في متاهات. أبونا أنا بدي أقطع المشاركة أشكر المشاهدين، تابعوا هذه الحلقة، اشتركوا في القناة، أو لا تنسوا تكتبوا ملاحظاتكم، ملاحظاتكم تهمنا جدا حتى نتعلم منكم، ونأمل أنكم تعلمتوا شيء منا وخاصة من أبونا شمعون. أنا فقط كاتب الوحي آخر الأمر، شكرا فقط كاتب تفضل الوحي. تفضل أبونا أنا أتمنى لك ليلة سعيدة ولجميع المشاهدين، ونلتقي غدا بإذن الله حتى نكمل سورة آل عمران إن إن شاء الله. شاء الله. إن شاء الله ليلة سعيدة لك أيضا ومشبريخ رمش شبريخ. أبونا سلام للعائلة، سلام.